أشكر حضراتكم لتجاوبكم مع الدعوة اللي وجهناها لمنظمات المجتمع المدني من أجل أننا نتدارس معاً موضوع آليات مراقبة الاستفتاء وبعدها انتخابات مجلس النواب. الحقيقة أنه المجلس حريص على أنه يبقى فيه نوع من التكامل بينه وبين منظمات المجتمع المدني، لأنه بدون هذا التكامل المجلس لن يكون له قدرة على أنه نشاطه يبقى فعال أو أنه يغطي المجتمع كله. ده تقليد إحنا بنتبعه، لأن مصر يعني في السنوات الثلاثين الأخيرة يعني حصل تطور مهم في حركة المجتمع المدني، وبقى عندنا حركة حقوقية قوية وعندنا حركة تنموية أيضا قوية. فالمجتمع المدني سواء بمؤسساته الحقوقية أو التنموية أو الدفاعية كلها يعني بتصب في اتجاه واحد، وهو إنه المنظمات الطوعية التي لا تستهدف الربح تستطيع أن تقوم بدورها فيما يتعلق بالأحداث والأوضاع التي يمر بها المجتمع، وفي مراقبة الأجهزة الحكومية ومراقبة أي عمليات تتعلق بدور المواطنين في أنهم يختاروا ممثليهم سواء في مجلس النواب أو غيره. ومن هنا أنا يعني أعتقد أن حضراتكم هتلمسوا، يعني البعض بيبقى موجود معنا دايما في أنشطتنا والبعض الآخر يعني موجود النهاردة، وهتتكرر هذه اللقاءات وهيتأكد لكم أن احنا واعيين تماما بأن المجلس القومي لحقوق الإنسان لا يستطيع أن يقوم بدوره ما لم يكن على تعاون وثيق مع منظمات المجتمع المدني. النهاردة احنا مقبلين على حدث بالغ الأهمية، لأن مصر جرى فيها حدث يوم 30 يونيو وعبر عنه يوم 3 يونيو بخريطة الطريق. خريطة الطريق هي موضع نزاع في المجتمع المصري ما فيش شك، يعني هناك من لا يقبلها باعتبار أن اللي جرى ده انقلاب وأنه عدوان على الشرعية، وهناك في العالم كله من يراقب ما سيجري في مصر، وهناك أيضا من يرى أنه خروج الناس يوم 30 يونيو كان تعبير عن إرادة شعبية واسعة النطاق، وأن خريطة الطريق هي تجسيد لهذه الإرادة. خريطة الطريق بتتضمن ثلاث خطوات أساسية. الخطوة الأولى هي تعديل دستور 2012 وطرحه للاستفتاء على الشعب، فإذا أقره هتبدأ المرحلة الثانية وهي إجراء انتخابات مجلس النواب ثم يعقبها انتخابات الرئاسة أو العكس على حسب ما هيصدر القرار بذلك من رئيس الجمهورية، إما أن تجري انتخابات الرئاسة أولاً أو تجري انتخابات البرلمان أولاً. وإحنا امبارح كنا في لقاء مع رئيس الجمهورية، كان موجود رؤساء الأحزاب والقوى السياسية وممثلين للإعلام وللقضاء ولأساتذة الجامعات وفنانين وأدباء، والنقاش اللي جرى كانت الأغلبية فيه بترى أنه انتخابات الرئاسة تبقى في الأول لكي يعني يستقر المجتمع ولكي يحظى برئيس قادر على أنه يعني بنوع من التطور في أداء أجهزة الحكومة وتجاوب الشعب معاه، لأنه هيبقى رئيس منتخب أنه يحقق الاستقرار في البلد. فإذن إحنا مقدمين على مجموعة من الخطوات، سواء كانت الاستفتاء على الدستور أو كانت انتخابات البرلمان أو كانت انتخابات الرئاسة، العالم كله يتابعها ويراقبها، والمجتمع المصري في داخله نقاش شديد حواليها وخلافات شديدة حواليها. الأمر اللي بيجعلنا نتوقع أنه هذه الأحداث الثلاثة يبقى فيها نوع من الشد والجذب، وقد يكون فيها نوع من الممانعة أو من المعارضة، وبالتالي من المهم جداً أن المجتمع المدني يراقب هذه العملية. حضراتكم بتتحملوا مسؤولية كبرى تجاه مصر، سواء في مستقبل الشعب المصري، في مستقبل البلد فيما يتعلق بالاستقرار، وأيضاً أمام العالم كله اللي هو يعني هيتابع هذه المسألة. حضرتك تعرفوا أن اللجنة العليا للانتخابات عطت تصاريح لأكثر من 60 منظمة مصرية لمراقبة الانتخابات، وحوالي 6 منظمات دولية لهذه المراقبة. مش كده وبس، وإنما كل وكالات الأنباء، كل القنوات التلفزيونية الأجنبية، الصحافة العالمية هتبقى موجودة، فالعالم كله هيبقى شريك لنا في هذا الحدث الكبير. الاستفتاء على الدستور يعني بدء شرعية جديدة. إذا نجحت عملية الاستفتاء على الدستور ده معناه، إذا الشعب المصري قال نعم، ده معناه أنه تتأسس في مصر شرعية جديدة على أساس هذا الدستور، وأنه مؤسسات الدولة سوف تبنى على أساس هذا الدستور، وأنه السلطة التشريعية سوف تتشكل انطلاقاً من هذا، وبالتالي حجر الزاوية في خريطة الطريق وفي المرحلة القادمة وفي مستقبل مصر هو النقطة الرئيسية فيه، هي الاستفتاء على الدستور ونتائج هذا الاستفتاء.
من هنا أهمية مراقبة منظمات المجتمع المدني لهذه العملية. نحن نريد أن نتأكد أن يعني لأنه فيما يتعلق بالانتخابات والاستفتاءات هناك مجموعة من المسائل الأساسية والضرورية التي يتم مراقبتها. نمرة واحد، هل التصويت داخل اللجنة بيتم في سرية؟ هل المواطن عندما يدخل إلى اللجنة يحصل على الجو المناسب إن هو ياخد بطاقة التصويت ويبقى ورا ستار ويدلي بصوته، ولا في تلاعب بيتم في هذه المسألة؟ في حد بيوجهه؟ في حد بيضغط عليه؟ هل المواطن وهو في طريقه من بيته إلى اللجنة يتعرض لضغوط أو تهديدات، أم إنه بيروح بشكل آمن إلى اللجنة لكي يدلي بصوته؟ هل الجو المحيط بعملية الاستفتاء هو جو يدفع المواطن إلى إنه يخرج من بيته وإنه يروح ويدلي بصوته، ولا هو هيحجم نتيجة إن فيه مناخ من الرفض والتهديد وكده؟ دي مسائل كلها يعني منوطة بالمنظمات اللي هتراقب الانتخابات وبالمراقبين اللي هتختاره. عشان كده إحنا دعينا لهذا الاجتماع رغبة منا في إنه يحصل نوع من التكامل والتعاون بين المجلس وبين حضراتكم، بين المجلس وبين المنظمات اللي هتراقب الانتخابات. أنا في رأيي أيضاً المنظمات اللي مش هتاخد تصريح واللي هي ما خدتش تصريح تستطيع أن تراقب هذه العملية من الخارج، تستطيع أن تراقب الجو المحيط بلجنة الاستفتاء من خارج لجنة الاستفتاء وتشوف ما يجري. هل هناك يعني تجمعات أو هناك يعني محاولات لأنه الناس ترجع تاني ما تروحش ما تخشش اللجنة، أو أنه يبقى فيه ضغوط على الناس، أو أن فيه توجيه لهم إلى آخر هذه المسائل؟ إحنا في المجلس القومي لحقوق الإنسان هننشئ غرفة عمليات مركزية لهذا اليوم. هذه الغرفة هتبدأ نشاطها قبل الاستفتاء، لكن ذروة العمل هتبقى يوم الاستفتاء، ونحن على استعداد لتلقي أي بلاغات من المراقبين من خلال المنظمات اللي هم بيتبعوها عما يجري في الاستفتاء وأي انتهاكات بتحدث، لكي نتولى إبلاغها للجهات المختصة. يمكن أن نبلغها لوزارة الداخلية، يمكن أن نبلغها للجنة العليا للانتخابات، يمكن أن احنا نصدر خلال اليوم 3 أو 4 بيانات صحفية إعلامية عن ملاحظاتنا والشواهد الأولية اللي بتشير على سير هذه العملية. هذه المسألة لا يمكن المجلس يقدر يقوم بها بكفاءة ما لم يكن هناك تعاون بيننا وبين حضراتكم في هذا الموضوع، ولما ما لم يكن هناك معلومات كافية عندكم عن غرفة العمليات، عن المسؤولين عنها، عن أرقام التليفونات اللي هيتم استخدامها، عن الرسائل اللي ممكن ترسل بالتليفون المحمول بما يجري، وبالتالي كيف يمكن أن احنا نتجاوب مع هذه المسألة. يا أيها الزملاء، أيها الأصدقاء، احنا النهاردة بصدد بدء عملية بالغة الأهمية، مش مجرد عملية روتينية ولا مجرد لقاء بيننا وبينكم، لكن ده موضوع يخص الشعب المصري ومستقبل الشعب المصري، وحضراتكم بتمثلوا منظمات اجتماعية، منظمات مجتمع مدني، منظمات حقوقية، تصديتوا للعمل العام وعندكم خبرة بهذا العمل العام وعندكم رغبة واستعداد لأنكم يعني تقدموا جهد وتبذلوا جهد من أجل أن البلد ده يخرج من المأزق اللي هو فيه. إحنا الآن في مأزق، مصر الآن في مأزق، بتعاني مشكلة كبيرة، هناك عدم توافق، هناك يعني زي ما أنتم شايفين مواجهات هيحسمها وهيؤسس للشرعية الجديدة نتيجة الاستفتاء على هذا الدستور. إحنا ما يهمناش مين اللي هيقول آه ومين اللي هيقول نعم، إحنا اللي يهمنا إن المواطن يستطيع أن يخرج من بيته آمناً مطمئناً إلى لجنة الاستفتاء لكي يقول رأيه في حرية ودون ضغط. بتضحكوا ليه؟ يقول آه ويقول لا. يقول آه ولا أو يقول آه وآه. فأنا يعني سعيد جداً بأن حضراتكم لبيتوا الدعوة، وأنا متأكد أن التعاون اللي بيننا قبل كده بيجعل لنا مصداقية عندكم، وأن احنا اللي هنطرحه عليكم هيجد تجاوب، وأنه يعني هذه المرة هيبقى فيه خطوة جديدة على طريق التعاون بيننا، هنكملها إن شاء الله في انتخابات مجلس النواب ثم بعدها في انتخابات الرئاسة. التفاصيل والمناقشة هتجري مع الأستاذ جمال بركات والأستاذ نبيل شلبي، وهما زميلان من الخبراء المجلس القومي لحقوق الإنسان، أكيد أنتم عارفينهم كويس وتعاملتوا مع بعض قبل كده، وهما يتمتعان بكفاءة عالية وعندهم خبرة
وطرحين ورقة مفاهيم هيتم طرحها على حضراتكم، ثم يجري النقاش حواليها، وبعد كده نفتح النقاش حوالين الآليات اللي هيتم اتباعها وكيف يمكن ان احنا نتعاون مع بعضنا. شكرا لحضراتكم لحسن الاستماع، ونبدأ بعد كده يعني الفقرة التالية في هذا البرنامج. هي رؤية المجلس حوالين التعاون أو آليات التعاون ومسارات التعاون ما بين حملات المراقبة والمجلس كداعم لمراقبة الانتخابات، أو يبحث عن مراقبة جيدة وحيادية لكل مراحل العمليات الانتخابية سواء كان الاستفتاء أو الانتخابات القادمة، بتدور حوالين خمس نقط رئيسية أو خمس عناصر رئيسية ومحاور حضراتكم تقدروا تبصوا فيها. أولا هو النطاق الجغرافي لعملية المراقبة. احنا عندنا عدد من الحملات بتراقب بعض المحافظات، وفي محافظات ما فيش فيها مراقبين، نرجو ان احنا في خلال يومنا نقدر نكون عندنا تغطية كاملة لكل القطاعات وكل النطاق الجغرافي اللي موجود في الجمهورية في 27 محافظة. ده اللي احنا بنأمله من خلال كل حملة هتقول لنا هي بتراقب في محافظات ايه، وده حضراتكم شفتوه في الاستمارة المعدل اللي حضراتكم مليتوها، وهنبدأ نعمل توزيع اخر لبعض المحافظات، زي مثلا محافظة زي الوادي الجديد ممكن ما يكونش فيها مراقبة، ما يكونش فيها جمعيات بتراقب الانتخابات، او محافظة زي مطروح او بعض المحافظات الحدودية. عشان كده النهاردة هنبص فيها وهنشوف ايه اللي ممكن نعمله لتغطية المناطق التي لا يوجد بها مراقبين، والمجلس كمان بيشوف الاحتياجات الخاصة ببعض الحملات اللي ما عندهاش امكانيات مادية او بشرية تستطيع من خلالها القيام بحملة مراقبة جيدة. بنحاول ان احنا ندعم الجمعيات دي او الحملات دي في عملية المراقبة، والمجلس مخصص وحدة التدريب بالمجلس انها تقوم بعقد عدد من الدورات التدريبية للجمعيات اللي هتراقب الانتخابات واللي ما عندهاش امكانيات. يعني بعض الجمعيات هي لديها امكانيات تستطيع من خلالها المراقبة وتدريب وتأهيل مراقبيها، انما جمعيات اخرى تحتاج الى هذا الامر، فنحن سوف نقوم بهذا وفقا لامكانيات المجلس ايضا وليس بشكل واسع، لانه عندنا برضو الحاجات ممكن تكون محددة شوية وفقا للامكانيات اللي بيمتلكها المجلس. كمان عندنا ايجاد آلية للتواصل ما بين حضراتكم كغرف عمليات لحملات مراقبة مدنية من الجمعيات الأهلية وغرفة عمليات المجلس اللي تستطيع من خلال خطوط مباشرة مع اللجنة العليا للانتخابات انها تتواصل فيما يخص المشكلات او المخالفات او الرصد اللي بيقوم بالمراقبين اللي حضراتكم بتابعوهم على الارض، وتبدأوا تبلغونا كغرفة عمليات مركزية، او المراقبين دول يبدأوا يبلغونا كغرفة عمليات مركزية عشان نقدر نخاطب اللجنة العليا بشكل فوري ومباشر، ونستطيع حل المشكلات التي ممكن ان تقع اثناء عملية التصويت او خلال يوم الاستفتاء او الانتخابات بصفة عامة. اللي بيرجوه المجلس في هذا الامر، احنا حاطين قائمة اتصالات مع حضراتكم فيها ارقام التليفونات الخاصة بغرفة عمليات المجلس، واللي هيتكلم عليها نبيل زميلي بشكل اكثر تفصيلا بعد شوية. انا بس ارجو انه الناس وهي بتتواصل مع الغرفة انها تدي المراقبين الارقام بتاعت غرفة العمليات، سواء كان في نطاق جغرافي في غرفة فرعية او الغرفة المركزية بالقاهرة. ليه؟ لأنه إحنا فورة تلقي الشكوى أو المخالفة اللي بيرصدها المراقب بيتم اختار الجهة اللجنة العليا للانتخابات لاتخاذ اللازم، وإحنا عندنا خط مباشر مع اللجنة عشان إبلاغ فوري لكل ما يتم رصده أو تلقيه من شكاوى وبلاغات من قبل المراقبين أو المواطنين كمان بصفة عامة. كمان عندنا إنشاء قاعدة بيانات. إحنا بنبحث عن وجود قاعدة بيانات مكتملة للجمعيات اللي بتراقب الانتخابات واللي عندها عمل في مجال مراقبة الانتخابات واللي اشتغلت في المرة دي او في مرات سابقة، لان احنا عندنا قائمة ولكنها بعض التليفونات وبعض الحاجات بتتغير. نرجو من تحديث البيانات لانشاء قاعدة كاملة بالمجلس القومي لحقوق الانسان وحدة دعم الانتخابات للتعامل في كل ما يخص مراقبة الانتخابات. احنا المجلس بينفذ برامج خلال العام يعني خلال السنة بتكون حوالين مراقبة الانتخابات، وكان عندنا برنامج عن تدريب
مراقبين مدربين لمراقبة الانتخابات. المدربين دول عملنا 3 دورات تدريبية تخرج منها 60 من المدربين الجدد في مجال مراقبة الانتخابات. نرجو ان الناس تتواصل معانا، تدينا التليفونات الصحيحة والايميل والويب سايت لو فيه والعنوان بالتفصيل، واي تحديث بيحصل ارجو ان احنا نبلغ بيه المجلس او وحدة دعم الانتخابات حتى نكون على تواصل دائم ونكون قادرين على ان احنا نشركهم في الانشطة اللي بيعملها المجلس واللي بتكون محتاجة للجمعيات اللي بالفعل بتعمل في مجال مراقبة الانتخابات لما بيكون البرنامج خاص بمراقبة الانتخابات. كمان احنا عندنا مشاكل شفناها من خلال غرفة عمليات اثناء المرات السابقة الانتخابات السابقة، والمشاكل دي ممكن يتسبب فيها المراقب، ممكن تتسبب فيها اشياء اخرى او ظروف اخرى او عناصر اخرى متداخلة، المراقب بيتضر من هذه المشكلات. هنقعد النهاردة نتكلم على ايه هي المشكلات دي وازاي نواجهها من وجهة نظر حضراتكم، لان انتوا اللي بتعملوا المراقبة مش احنا، انتوا اللي بتشغلوا المراقبين على الارض، انتوا اللي بتعرفوا توزيعهم الجغرافي، انتوا اللي بتبدأوا تدخلوا في حالة وجود مشكلة ولا شيء. المجلس كمان وهو بيراقب معاكم الانتخابات من خلال مراقبينكم بيواجه بعض المشكلات، زي مثلا الناس ما تتصلش بالغرفة بتاعتها ولا بغرفة المجلس، ناس ما بيتكلمش طول النهار وبيتكلم اخر اليوم انا راقبته والحاجة كويسة. دي حاجات ممكن تكون تحدث اثناء اليوم الانتخابي، نرجو ان احنا نتلافاها ونتكلم فيها بشكل مفصل. بعيد فكرة غرفة العمليات بتاعته تاني، اللي سبق ان هو البعض من حضراتكم او يمكن تقريبا حضراتكم كلكم سبق ان انتوا تعاونتوا معانا قبل كده، طبعا بيسعدنا المره دي كمان يكون في تعاون بشكل كبير جدا ويكون في تفاعل. حضراتكم اللي هتحددوا مسارات التعاون ديت معانا المره دي، وسائل الاتصال بتاعتنا في الغرفه طبعا متاحه مع حضراتكم في الملف، في ارقام تليفونات موبايلات، عندنا 18 خط مفتوح مع حضراتكم موبايلات، بعضها فودافون وبعضها اتصالات على اساس ان يبقى في سهوله في التواصل. عندنا خطوط ارضيه، عند حضرتك في 4 خطوط أرضية وفي فاكس، في ايميلات، في كمان نظام رسائل اس ام اس اللي هتبعتوها حضراتكم سواء من خلال غرف عملياتكم المركزيه اللي انتوا هتنشئوها سواء في المحافظات الرئيسيه بتاعت حضراتكم اللي هتراقبوا فيها او من خلال المراقبين بتوع حضراتكم لو في وسائل اتصال مباشره بينا، فده هيبدا يبقى عارف الوسيله اللي ممكن يتصل بيها لو لا قدر الله حصل مشكله معينه وعايز تدخل سريع فيها. زي ما قال زميل العزيز جمال، حوالين فكرة ان احنا فعلا فاتحين خط مباشر في الاتصال باللجنة العليا للانتخابات. الخط ده مهمته ان اي حاجة محتاجة تدخلات سريعة او فورية لحل كل المشكلات اللي بتطرأ خلال اليوم الاقتراع الخاص بالاستفتاء على الدستور في اليوم الاول والتاني كما هو معلن، جاهزين للتدخل فيه. فده معناه ان اي بلاغ او اي شكوى ايا كان نوعها هيتم تلقيها من حضراتكم او المراقبين اللي تابعين لحضراتكم، هيتم التدخل فيها فورا لدى اللجنه العليا. كمان المجلس زي ما عامل غرفه عمليات مركزيه موجوده في القاهره، برضو المجلس من خلال فروعه الخمسه اللي موجوده في المحافظات، واظن دي ورقه ثانيه موجوده مع حضراتكم موجوده في الملف، كل فرع من فروع المجلس فيه غرفه عمليات فرعيه تابعه للغرفه المركزيه، فلو في مشكله او في اي حاجه محتاجه تدخل في الحال وفي محتاجة أو في صعوبة في التواصل مع الغرفة الرئيسية في القاهرة، موجودة أرقام الغرف في التليفونات المحمول والتليفونات الأرضية والإيميل، موجودة عندنا محافظة كفر الشيخ وبني سويف وسوهاج والإسماعيلية وبورسعيد، دي فروع المجلس الخمسة اللي موجودة، كل فرع من الفروع فيه وسائل اتصال مباشرة عن طريق استخدام المحمول أو التليفونات الأرضية أو الإيميل لو احتاج تدخل لو في صعوبة في التواصل مع غرفة العمليات الرئيسية. طبعا احنا يعني لو اتكلمنا على غرفه العمليات بتاعتنا وازاي نقدر نشتغل، طبعا زي ما حضراتكم كلكم بتعملوا على تلقي الشكاوى من المراقبين الميدانيين التابعين لحضراتكم، برضو احنا لينا فرق ميدانيه هتنزل تشتغل وهتتابع وتتواصل مع حضراتكم، وهنبدا ناخد نتلقى الشكاوى، هنبحثها، هنحيل للجنه العليا وهنفيد حضراتكم بده. كمان هيسعدنا تلقي اي شكاوى من حضراتكم، كمان هيسعدنا تلقي البيانات اللي بتطلع بشكل دوري من حضراتكم عن المراحل اللي بتمر بيها يوم الاقتراع نفسه، هنكون سعداء جدا في التواصل مع حضراتكم في ده. كمان هيسعدنا تلقي التقارير اليومية عن الحالة خلال يوم الاستفتاء بشكل كامل، وده هينضم هيكون موجود معانا، هيكون طبعا مصدر جيد لينا في اعداد التقرير النهائي الخاص بده، وطبعا هيكون في إشارة الى الجمعيات المشاركة او المصدرة لتلك البيانات والتقارير بشكل واضح ليها منسوب لشغل وجهد
مراقبينكم على الأرض. نتمنى أن يكون طبعا إن شاء الله زي ما كان في السابق، وطبعا نعمل المزيد في القادم إن شاء الله، يكون في تعاون جيد بيننا وبين بعض في الوصول إلى متابعة جيدة لكافة المناطق الجغرافية في الجمهورية، بحيث أن احنا يكون عندنا تقريبا مغطيين كل ده، سواء ده هيتم من خلال الجمعيات اللي فعلا حصلت تصريح، وفعلا في بعض الجمعيات زي السيد نائب ما اتكلم من شوية قالك في بعض الجمعيات اللي ما قدرتش تتحصل على موافقة بالرقابة على العملية الانتخابية، هي هتراقب فعلا من خلال الخارج، طبعا مش هتمكن من الدخول من الداخل طبعا، حضرتك عارفين القواعد. فدي برضو لو لمست اي شيء في اليوم ده احنا فاتحين برضو اتصال معاهم، واعلنا ارقامنا ليهم وتواصلنا معاهم، والبعض فعلا اتصل وابدى استعداده ان هو هيتعاون مع الغرفة مباشرة، او هيتعاون من خلال غرفته، او من خلال مراقبينه على الارض بشكل مباشر.